مساء الخير، شنو استفاد من عنده؟ استفاد من عنده بسماح المواد الكيميائية، الأدوية، لقطع الدي ان اي للدخول الى الخلية. يعني بالحالة الطبيعية هاي المواد الكيميائية او الأدوية او قطع الدي ان اي ما تدخل الخلية، فاني اريد ادخلها الخلية، لازم اسوي ازيد نفاذية الجدار الخلوي والغشاء الخلوي للخلية. احد طرق زيادة النفاذية هي الالكتروبوريشن. بالمايكروبيولوجي بالاحياء المجهرية تستخدم هاي التقنية بغرض الترانسفورميشن، ان ترانسفورم بكتيريا واليست والبلانت بروتوبلاست. نستخدمها بالبكتيريا، تحول البكتيري والخمائر والبروتوبلاست الخلايا النباتية. ليش البروتوبلاست مو خلية بلانت سيل؟ البروتوبلاست تفرقها عن البلانت سيل، هنا مزاد الجدار الخلوي، الجدار الخلوي الخلية النباتية مؤلف من السليلوز، ويكون عندنا يعني نوعا ما صعب التعامل وياه، فلازم انا ازيل الجدار، تبقى عندي الخليه فقط محاطه بالغشاء السيتوبلازمي اللي يطلق عليها البروتوبلاست. فقلنا نستخدم هاي التقنيه من اريد اسوي تحول وراثي بالبكتيريا والخمائر والبلانت بروتوبلاست من خلال ادخال نيو كودينج دي ان اي لايك بلازميد. اريد ادخل معلومات وراثيه جديده او دي ان اي جديد من خلال البلازميدات. طلاب، احتاج احد من عندكم بس يقول لي الصوت واضح يمكم حتى اكمل المحاضره. إيه دكتور، واضح. تمام. الالكتروبوريشن، من خلال هاي التجربه الالكتروبوريشن انا راح امرر الاف الفولتات في كوفيت تستوعب 2 مليلتر من الخلايا، هاي يطلق عليها الكتروبوريشن كوفيت. الكوفيت عبارة عن خلية مستطيلة الطول مالها أكثر من 2 سنتيمتر والعرض مالها تقريبا سنتيم أو أكثر من السنتيمتر الواحد، تستوعب محلول حجمه 2 مليلتر. هذه الكوفيت، هذه الكوفيت مال الكتروبوريشن هنا تكون عندي مواصفات خاصة تختلف عن الكوفيت اللي موجودة بجهاز السبكترو فوتوميتر. أشوف شنو مواصفات هذا الكوفيت. قبل ما أبدي بالتجربة مالتي لازم أنا الخلايا مالتي أنشطها، إذا أنا عندي خلايا بكتيرية أو عندي خمار أو بلانت بروتوبلاست، أنشط هاي الخلايا وأحفزها على الانقسام وإنتاج خلايا جديدة. بعد ذلك أبدي التجربة مالتي اللي هي الكتروبوريشن. الكتروبوريشن من المميزات مالها، بها ميزة بأنها يعني فعالة 10 أضعاف التحول الكيميائي. يعني التحول عندنا به انواع عديده، عندنا تحول كيميائي، عندنا تحول فيزيائي، فالالكتروبوريشن هو احد التحولات الفيزيائيه. وهنا قلنا نسبه نجاح التجربه ب 10 اضعاف التحول الكيميائي، ليش؟ هنا راح يصير عندي بورز، ثقوب غشاء السيتوبلازمي للخليه، ومن خلالها اقدر ادخل الماده اللي اريد ادخلها داخل الخليه. بعد من خصائص الالكتروبوريشن والادفانتج مالته حيكون هنا عندي هايلي افيشينت فور انتروديوسينج فورين جين ان تيشو كلتشر سيل سبيشالي ماميليان سيل. بالاضافه قلنا هنا بالنجاح، نجاح التجربه هي 10 اضعاف الكيميكال ترانسفورميشن، هنا شنو بي انتقائيه عاليه لادخال الجينات الغريبه للخلايا خصوصا خلايا اللبان. على سبيل المثال عندي علاج اريد استخدمه، قد يكون هذا العلاج هو علاج جيني، جين ثيرابي، او استخدم سيل بيس ثيرابي. اقدر استخدم هاي العلاجات من خلال تقنيه الالكتروبوريشن. الالكتروبوريشن هذه راح تتكون عندي من خلال الكتروبوريتر، من خلال جهاز الكتروبوريتر.
فالجهاز اللي اقوم او استخدمه لتجربه الالكتروبوريشن يطلق عليه الكتروبوريترز. ايش بيه هذا الالكتروبوريترز؟ هو عباره عن جهاز يوفر لي او يخلق لي بيئه الكتروستاتيك فيلد، يوفر لي بيئه كهربائيه بالمحلول الخلوي. هذا المحلول الخلوي يصير سسبنشن مالتي از بايبيدد، راح اسحبه الى glass or plastic covet which has two aluminum electrode on each side. قلنا الكوفيت هي عبارة عن عبارة عن كونتينر أو حاوية مستطيلة الشكل بالأطراف مالتها بالجوانب، أحد الجانب والجانب المقابل إليه أكو بيها أقطاب مال الألمنيوم. ليش أحتاج أقطاب الألمنيوم هنا؟ حتى شنو هو عندي؟ توفر لي مجال مغناطيسي لأن يوم وصل للكهرباء. هاي الكوفي أما تكون من الزجاج أو قد تكون من البلاستيك. خلي أشرح لكم عليه. هذا الجهاز إلكتروبوريتر، طلع هذا هو الجهاز. هذه الكوفيت، شوفوا لكم في عبارة عن في التركيب أو في قطعة زجاجية أو بلاستيكية مستطيلة بيها جانبين، هذا الجانب اللون الرصاصي وهذا الجانب اللون الرصاصي الآخر ألمنيوم، راح يتصل بالقطب الموجب والقطب السالب للدائرة الكهربائية. المحلول مالتي هو اللي ماخذ اللون الجوزي الفاتح، هذا اللي مؤشر عليه اللي هو السيل سسبنشن، هذا المحلول مالتي. وهذا اللون الأزرق المؤشر مكتوب عليه LED، عبارة عن غطاء للكوفيت مالتي. وها قلت لكم عليها هي الكوفيت. الأقطاب الألمنيوم هي باللون الرصاصي اللي مؤشر عليها الإلكترود، واللون الأصفر هي الإلكترال كونتاكت، يعني القطعة اللي راح ترتبط بالقطب الألمنيوم موجود بالكوفيت. نرجع للإلكتروبوريشن. العالق البكتيري او عالق الخلايا مال اليست او البلانت بروتوبلاست لازم شنو هو اسوي لها ميكس وذ بلازميد تو بي ترانسفيرد، يعني انا خلايا البكتيريا مالتي او خلايا الخمائر من اريد ادخل لها بلازميد لازم شو اسوي؟ الخلايا قلنا اول شيء راح انشطها، بعد ما انشطها من اريد اضيفها بالكوفيت مالتي مال الالكتروبوريتر لازم امزجها ويا قطع البلازميد اللي اريد ادخلها الى داخل الخلايا. والخليط هذا الميكستشر راح اسحبه وادخله داخل الكوفيت مال جهاز الالكتروبوريتر، اشغل الجهاز واضبط الفولتيه والامبيريه وغيرها من السيتنج مال الجهاز مالتي حسب التجربه اللي انا اريد اشتغلها، اذا خلايا بكتيريه او خمائر او خلايا ماميليان سيل او استخدم خلايا نباتيه، كل 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 نوع من الخلايا اكو بروسيجر وبروتوكول اليه. اخلي الكوفيت اللي راح تحتوي على الميكستشر مال الخلايا والبلازميدات داخل الالكتروبوريتر واشغل الجهاز مالتي. هنا لازم شو راح يطلب عندي؟ طلب عندي يكون اكو كونتاكت او كلوز كونتاكت او دايركت كونتاكت بين الاقطاب والمحلول. فبس من اشغل الجهاز مالتي راح يصير توصيل كهربائي بين القطب الموجب والقطب السالب ويمرن عبر المحلول اللي يحتوي على الخلايا وعلى البلازميدات. تجربة مالتنا هنا انا من ربطت من خليت المحلول مال الخلايا والبلازميدات بالكوفيد وربطت الجهاز شغلت الجهاز، هنا عندي راح يصير تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي حيكون على شكل نبضات، هاي النبضات راح تروح تخترق لي الغشاء السيتوبلازمي الخلية وتسوي لي بور أو ثقب داخلها. من خلال هذا الثقب راح تدخل البلازميدات أو المواد الوراثية، المواد الوراثية الـ DNA أو العلاج أو المواد الكيميائية، أريد أدخلها إلى داخل الخلية. بعد ما كملت التجربة مالتي اللي هي قد تستغرق ساعة أو أكثر من ساعة حسب نوع الخلايا،
لازم اترك الخلايا فتره ريكفري، فتره يعني شلون نقول احنا نقاهه، فالخليه مالتي الخلايا مالتي احضنها حسب البروتوكول بدرجه حراره مناسبه للحضانه مالها. بعد ذلك لازم انا اشوف التعبير مال الجينات اللي نقلتها للخلايا، الخلايا صار بيها ترانسفورميشن لو ما صار بيها ترانسفورميشن، وش قد نسبه الترانسفورميشن، فلازم شلون اسرع الخلايا مالتي اذا كانت خلايا بكتيريا ازرعها على طبق الاجار، اذا ماميليان سيل اشوف التعبير الجيني مالتها عن طريق السيل لاين، الخلايا النباتيه نفس الشيء عن طريق السيل لاين، الخمار عن طريق ايضا ازرعها على الميديا الخاصه مال الخمار واشوف لون المستعمر مالتها راح يتحول من اللون الازرق او اللون الوردي حسب الجينات اللي انا دخلتها للخلايا. نجي على البرنسبل اند ابلكيشن. البرنسبل مال تجربتنا مال الاكتروبوريشن هي تعتمد على التحول بالطور المائي. شلون يعني؟ البرنسبل اوف الاكتروبوريشن از باي فورميشن اوف اكويوس بور، تكوين ثقوب مائية. ليش ثقوب مائية؟ الآن الخلايا مالتي موجودة وين؟ موجودة بمحلول سائل، يعني محلول مائي. This aqueous pore، هاي الثقوب المائية اللي تكونت بسبب النبضات الكهربائية is initiated by the penetration of water molecule، راح تتكون من خلال دخول جزيئات الماء بمساعدة الكهرباء تخترق الغشاء الدهني limit by layer of the membrane. من اخترقت جزيئات المي طبقة الدهون، احنا نعرف الدهون هي كارية للماء، لكن من صارت عندي هنا ثقب داخل طبقة الدهون راح يعيد طبقة تعيد ترتيب نفسها مثل ما وضح عندكم هنا. هذا الجدار قبل ما عامل الآن الخلية بأي معاملة. هنا صارت عندي هذه الثقوب اللي نقصد عليها، شوفوا هنا زيئات الماء اخترقت طبقة الدهون، بعد ذلك طبقة الدهون سوت إعادة ترتيب لنفسها حتى زيئات الماء ما تدخل داخل طبقة الدهنية، فصار عندي هذا بور، هذا يطلق عليه البور. شوفوا هنا تحت المجهر الإلكتروني هذا الغشاء، هاي طبقة الدهنية وهذه هي الطبقة الدهنية، ومن سوينا الكتروبوريشن صار عندي هنا الثقوب دخلت جزيئات الماء داخل بين طبقتين مال الطبقه الدهنيه الجدار او الغشاء السيتوبلازمي، وبعد ذلك عادت الطبقه الدهنيه ترتيب جزيئاته وصار عندي هنا ثقب او بورس. فقلنا احنا هنا جزيئات من راح تخترق طبقه الدهون راح يؤدي الى reorientation، إعادة ترتيب الطبقة الدهنية واللي هي قلنا عليها تكون طبقة كارهة للماء مثل ما وضح عندكم بالشكل. هذا الـ principle. نجي على الـ application. application مال electroporation، شنو التطبيقات مالته؟ هاي التقنية لها عدة تطبيقات مثل الجين ثيرابي، العلاج الجيني and DNA ترانسفير. انا من اريد استخدم علاج جيني ادخل فد شريط دي ان اي لتسلسل محدد حتى اعالج العطب او الخلل اللي صار بشريط الدي ان اي داخل الخليه، استخدم الكتروبوريشن. اريد ادخل قطعه دي ان اي داخل الخليه البكتيريه حتى اشوف التعبير مالتها، مثل سووها عندنا تجربه نقل جين انتاج الانسولين من الخليه البشريه الى بكتيريا الايكولاي، واحنا نعرف بكتيريا الايكولاي هي من النورمال فلور الموجوده باللارج انتستاين، فهنا راح يستفاد من عندها الانسان بين هي مصدر الفيتامين كي، وراح تكون ايضا عندي مصدر للانسولين، يعني الشخص اللي عنده ديابيتك عنده سكري ما يحتاج يتناول علاجات السكري والاوفر مال الانسولين، لا، لانه هو اصلا هاي البكتيريا راح تزود الجسم بالانسولين ويحافظ على نسبه السكر بالدم. الدراج ديليفري، قسم العلاجات لازم انا ادخلها داخل الخليه مباشره. فشلون ادخلها داخل الخليه مباشره؟ عن طريق الالكتروبوريشن. طيب، بعد عندي مثلا عندي الكانسر تيومر الكترو كيمو ثيرابي، عندي لا سمح الله بعيد الشر عنكم عندي كانسر،
اريد اني فقط هذا الجزء من الجسم اقضي عليه، انطي له علاج بس لهذا الجزء، لان يعني هذا العلاج اثر على باقي الخلايا. فشو اسوي؟ اسوي الاكستربوليشن عفوا لهذا الجزء فقط للخلايا السرطانيه، ادخل لها العلاج مالتي الكيميائي عن طريق الالكترو كيموثيرابي عن طريق الكهرباء. ايضا عندي تطبيق الاخر الدايركت ترانسفير اوف بلازميد بتوين سيل، انقل البلازميدات بين الخلايا عن طريق ايضا من هو الالكترو بوريشن. هذه التطبيقات مال الالكترو بوريشن امامكم. يبقى عندي اسوي لكم اعاده التجربه حتى تكون عندنا جزء نظري وجزء عملي. هسه هنا عندي انا اسوي ترانسفورميشن خلايا بكتيريه. طلاب هنا اني بكتيريا عندي موجوده زرعها على طبق وحضنتها بالحاضنه درجه حراره 37 درجه مئويه لمده 4 او 6 ساعات، يعني خليها اوفر نايت، راح نشوف عندي نمو بكتيري بالطبق اني. راح اخذ احصد هذا الخلايا البكتيريه من الطبق واسوي لها غسل للبكتيريا بحيث ما اريد تبقى بجزء من المكونات، تبقى عندي فقط الخلايا البكتيريه. بعد ذلك هنا صار عندي عالق بكتيري. هذا العالق البكتيري راح اخذه اخليه بالكوفيت، الالكترو بوريشن كوفيت اللي قلنا بها وجهين بالمنيوم، هذا وجه الالمنيوم والوجه الثاني بالمنيوم. راح اخلي 2 مول من العالق البكتيري، راح اخلي وياه كميه محدده من البلازميدات اللي اريد انقلها لهذه البكتيريا. راح اجي اخلي الكوفيت مالتي بالجهاز هذا، عندنا هنا مثلا خليه بكتيريه اوكي، خليت الكوفيت مالتي بالجهاز هذا، القطب الموجب والقطب السالب، شغلت الدائره الكهربائيه. راح تبدي عندي تصير نبضات كهربائيه من القطب الموجب الى القطب السالب، شوفوا اتجاه السهم، وهاي النبضات راح اسوي عندي ثقوب بورز وين بجدار الخليه البكتيريه. حتدخل عن طريق هاي البلازميدات اللي هي لونها وردي هنا، راح ادخلها الى داخل الخليه البكتيريه. بعد ذلك كنا نعطي فتره راحه للخلايا مالتي، اخذ هذا المكستشر الموجود بالكوفيت 2 مول، راح اخليه اضيف له ميديا 1 مول نيوترنت بروث او نيوترنت اغا عفوا نيوترنت بروث او ماده مغذيه اخرى حسب نوع البكتيريا، انشطها بحيث تكون عندي تبدا الخلايا تنقسم. بعد ذلك ازرع الخلايا مالتي على النيوترنت اغار واشوف شكل المستعمره، مثلا مقاومتها للانتيبايتك، اذا انا كان عندي حطيت لها بلازميد بمقاومه للانتيبايتك او مقاومه للمواد الكيميائيه حسب التجربه مالتي. طيب هنا خلصنا المختبر مالتكم مال الالكتروبوريشن، وافتح باب المناقشه والاسئله. اي طالب عنده سؤال او استفسار يقدر يسالني ويستفسر، وراح انزل لكم رابط الحضور بالشات حتى الطلاب اللي حاضرين يسجلون حضورهم عن طريق الاستماره الالكترونيه. اي احد عنده سؤال تفضل، ونزلت لكم رابط الحضور. اي احد عنده سؤال طلاب او استفسار على المحاضره؟ دكتور بس اخر رسم ما موجود في المحاضره. نعم ما سمعت. اخر رسم هذا شرحته بس رسم الشرح اخر شيء موجود في المحاضره. اي هذا الفيجر ما موجود، هذا مجرد بس شكل توضيحي لكم. انا مطلوب؟ لا ما مطلوب من عندكم، بس مجرد توضيح. تمام شكرا دكتور. اهلا وسهلا. طلاب لا تنسوا تسجلون حضوركم عن طريق الرابط اللي موجود بالشات، ادخلوا على الشات راح تلقون اكو رابط سجلوا حضوركم. اي احد عنده سؤال يتفضل بالسؤال.